مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم رح نعمل الكبسة باللحم بطريقة سهلة ومميزة. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوف القناة اضغطوا على زر الاشتراك، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك. رح أترك لكم المقادير في صندوق الوصف. بنحمي زيت نباتي على النار وبنزل قطع اللحم وبقلبهم مع بعض حتى ياخدوا شوية لون. وهلأ بنزل البصل وبقلبه مع اللحم حتى يدبل. بضيف فلفل أخضر مقطع حجم كبير، ورق غار، وقرون شطة، ومجموعة بهارات الكبسة الخشنة عبارة عن لومي وهيل وفلفل أسود حب وقرنفل وزنجبيل وثوم حسب الرغبة. بنقلب اللحمة مع البهارات الخشنة والبصل حتى تطلع النكهة. هلأ بضيف عودان القرفة والكركم والبابريكا والملح وبقلبهم مع بعض. بعد ما دبلنا البصل وشوحنا اللحمة، هلأ بنضيف البندورة وبنقلبهم مع بعض. بضيف عصير نص ليمونة. هلأ بضيف المية المغلية وبتركها تستوي، رح تاخد ساعة إلا ربع في طنجرة الضغط. بنصح الكل يستخدمها لأنها بتعطي نتائج مضمونة ووقت أقل ونكهة أقوى. وهيك صارت جاهزة، وهلأ بنحضر الرز. بنحمي الزيت وبنزل عليه الرز وبنقلبه. وبضيف المرق ضعف كمية الرز، وبضيف معلقة كبيرة من بهارات الكبسة الناعمة وملح حسب الرغبة. بضيف بشر ليمونة وبتركه يستوي على نار هادية. وهيك صار جاهز للتقديم. وصحتين وعافية. لو عجبكم الفيديو اتركوا لي رأيكم بالتعليقات.